بالنسبة للخدمة الطبية بعد قيام الثورة وقيام النظام باستهداف المراكز الطبية وتدميرها وتدمير البنية التحتية بشكل كامل لأي منطقة ثارت ضده، تم إنشاء مشافي ميدانية لخدمة الناس وإسعافها بسبب القصف المنهجي اللي عم يتم ضد المدنيين بشكل مباشر. وتزايد القصف وهمجية القصف أدى إلى أحداث مشافي محصنة، لكن رغم ذلك تم قصفها. هي الملاذ الوحيد للجرحى وللمتضررين بسبب القصف العشوائي للمدنيين والقرى والمدن، لذلك هي الملاذ يعني تعتبر هي الخط الأساسي لإنقاذ أرواح المدنيين نتيجة الحرب اللي عم تقوم فيها عدة قوى خارجية بعد الجيش السوري والإيراني والروسي وحلفاء من حزب الله. فإسعاف المريض أولوية أساسية، وهي المشافي تعتبر نقطة أساسية، ونقل المرضى في ظروف الحرب وظروف الطيران اللي ما عم يفارق السماء صعب جدا، فلذلك هي تعتبر أهم نقطة في إنقاذ حياة المواطن اللي عم يتعرض للقصف الممنهج. بالنسبة لريف حماة، ريف حماة الشمالي كونه بعده عن الحدود أو المشافي الآمنة على الحدود وقربه من مناطق التماس والمعارك يعني بشكل خط أساسي جدا في إسعاف المرضى. أولا قربه من كثرة القصف كثيرة القصف والدمار، ثانيا بعده عن المناطق الآمنة لإسعاف المرضى، فلذلك يتم في هذه المشافي إسعاف المرضى بشكل أساسي وإنقاذ حياتهم وتقديم الإجراءات الطبية المنقذة للحياة. طبعا النظام عم يحاول يتعمد يقصف هالمشافي بشكل ممنهج وبوتيرة متصاعدة، كل ما رجع اشتغل المشفى بيستخدم أسلحة أكثر دمارا وفتكا لأنه يدمر هالمراكز الطبية مشان ما يقدم خدمات للناس. وملاحظ أنه كل مجزرة بيقوم فيها بين المدنيين بيستهدف المشافي كذلك بحيث يعطل العمل الطبي وإنقاذ حياة المرضى. القصف الممنهج اللي حصل آخر فترة لمشافي حماة أدى لخروج أغلب أو معظم المشافي والنقاط الطبية الأساسية في ريف حماة، مما أدى لضرر كبير جدا في الخدمات الطبية وتقديم المساعدة لسكان المنطقة اللي بتراوح أعدادهم فوق 600,000 نسمة تقريبا. بالنسبة للكوادر الطبية نحن عم نحاول قدر الإمكان نحصن المشافي وأماكن حماية خاصة، لكن بظل الاستهداف الممنهج بسبب خطر كبير للطواقم الطبية. الحمد لله يعني عندنا حماية جيدة للطاقم، أضرار خفيفة جدا الأضرار عم تنحصر بالبناء أو بالأجهزة فقط، تضرر الأجهزة الطبية بسبب الانفجارات القوية، والطاقم الطبي الحمد لله بشكل عام آمن نسبيا آمن، لكن هذا يعني لا يخلو من الرعب اللي عم تشكل عند العناصر الطبية وخوف من القدوم إلى هكذا مشافي تقصف بشكل ممنهج وبهمجية بأسلحة محرمة دوليا. وطبعا استمرارية عمل المشافي في هذه المناطق ضرورية جدا بالرغم من القصف والتدمير الممنهج للمشافي، لأنه هي تعتبر الملاذ الوحيد للمرضى والمصابين لإنقاذ حياتهم، لذلك نحن مستمرين ويتم معالجة أي ضرر ناتج عن القصف واستمرارية العمل بالرغم من استهداف الممنهج للمشافي وللكوادر الطبية. وأشهر حادثة حصلت عنا هي استهداف الدكتور حسن العرج الله يرحمه مدير صحة حماة ومن أشهر الأطباء الموجودين في المنطقة ومن أعلام الثورة السورية، لكن بالرغم من هالاستهداف الممنهج ما زالت الكوادر الطبية تصر على استمرارية العمل واستمرارية تقديم الخدمات وإحداث نقاط طبية جديدة لتقديم خدمات أفضل للمرضى. أخي، بالنسبة للمشافي والنقاط الطبية في المناطق المحررة وضع مأساوي، كارثة إنسانية، حالة سيئة جدا. وقد ما حكيت لك
قد ما حكيت هذا الشيء اللي عم بحكي انا ما بيطلع جزء صغير من الحاله الانسانيه من الحاله والمعاناه اللي نحن عم نعيشها. بالنسبه لي لما شفت هذا الوضع القصف واستهداف المدنيين العزل التحقت بالمجال الطبي، وانا من لما دخلت بالمجال الطبي كنت عارفان حالي راح بطلع اما شهيد واما مصاب. ولما دخلت انا على هذا المشفى اللي نحن هلا قاعدين على الانقاض تبعيته، هذا المشفى اللي عالجنا فيه المدنيين والمصابين بسبب القصف، لهذا المشفى هلا مهدم خارج الخدمه. وكلياتنا بنعرف بالحروب العالميه والثانيه يتم تجنب استهداف المشافي والنقاط الطبيه، ونحن هون عنا مثل ما عم نشوف في العكس، يعني عم يتم اول شيء استهداف النقاط الطبيه المشافي دفاع مدني، يعني عم يتم استهداف النقاط الطبيه اللي هي للمعالجات لعلاج المدنيين، ونحن هون بعملنا الطبي مستمرين ان شاء الله رغم انه فقدنا كثير من اخوتنا من الكوادر الطبيه، ان كان مصاب وان كان شهيد، وكان اخرهم الدكتور حسن الارج رحمه الله عليه، وكل الناس بتشهد له وكل المناطق المحرره بتشهد له بمعالجته بحسن نيته بمعاملته مع الناس. وان شاء الله نحن مستمرين بهالعمل، مثل ما قلت لك نحن مستمرين بهذا العمل الى انتصار الثوره وانتهاء الازمه ان شاء الله.